طال عمرك الطيارة الخاصة اللي بعتناها تجيب الفول والتميس طارت من الرياض من نص ساعة. زين زين، والمطبق مع الفول والتميس يا ابوي؟ طال عمرك ما حدا خبرنا. وش اللي طال عمرك ما حدا خبرنا؟ يا ابوي لا يجي الفول والتميس الا مطبق معهم، سمعت ولا لا؟ طال عمرك الطيارة بالجو ولا لا؟ تقعد تقول لي طال عمرك الطيارة بالجو ولا ما هو بالجو؟ بالجو في البحر لا يجيني الفول والتميس الا مطبق معهم، سمعت ولا ما سمعت؟ صبحك الله بخير. خير، وين رايح يا ابوي انت؟ والله رايح مستشفى عند سمر، طالب مبخر مع المرش هذا حقيقي ولها زوار يتحاضر. تعمل شيء؟ لا لا لا، قل لها الحين ترى يقول وضاح يقول انا في حلم من ارتباطي معكم. شيء ارتباط؟ ارتباطي معكم والله العظيم. انتم بعد الواحد يقول لكم جيبوا بنت وسموها فقعه وتجيب لي ولد وتسميه وضاح. شيء مو بيدنا هذا، بيد الله. يا اختلفنا يا ابوي، وانا بعد رجال واضح. انا رجال واضح، ايش قلت لك انا من اول؟ ايش تامر انت الحين؟ انا اللي امر اقول اني انا في حلم معك، لا لي ارتباط فيك ولا ترتبط فيني. بس هذا مو حجي جديد. اقول عاد لا يكثر. لا يكثر. خلص علي. انت ايش سويت؟ انا ما قصرت بعد، انا ترى يا الولد وسميته باسمك. خلاص وضح يا اخوي. انت وش بحاضر فضلك ان شاء الله. الواحد يعكون مزاج الواحد على الصبح، ولا يعرف لا يفطر ولا يعرف ياخذ سيجاره ولا حل. لنا يا ابوي وش صار عليك انت؟ طال عمرك الطياره على الخط. هلا هذا الكابتن. الكابتن هلا 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 يا ابوي. جايبين المطبق الله يطول لي عمرك ولا ما جبتوه؟ اسمع اسمع اسمع، لا تطب دبي، ارجع الحين عود عود للرياض وجيب لي مطبق. لا تطب دبي لو انت جايب مطبق. افقع في يا اخي شيء تدري وش يقول لي؟ الله يكون بعون. اقول له ارجع، يقول لي ما في يوتيل. زين والله يعني الطياره ما فيها قري؟ هذا محطين الطياره الذهبيه. الطياره الذهبيه قلت لهم اللي فيها قيطان كذي ذهبي مثل غولتك. اي نعم. المفروض ان احنا من اليوم وطالع المفروض لازم تروح بالطياره الكحليه. اي الكحليه. بس هذا زيد الله يهديه. الثانيه وين راحت؟ ما هو القاده تقول شو اسمه مشتهيه الايس كريم، وديت الطياره قلت رجبون لي من باريس. هذا اليوقت هذا اللي هابين فيه وخر عبي ترى والله، ولا قاصين على العالم ولا والله ولا بيزك يقول احنا في الاشكال عشان ما لف. الله الله العظيم تقعد هني بس هذا حفط على ما ارجع لك. ابد هذا هو قاعد بس هو يقول لنا الايس كريمات والله. يا اخوي خلاص، وش عندك انت يا ابوي؟